جسر الأئمة يرفع أنين، يا لعنة الله عالظالمين. جسر الأئمة يرفع أنين، يا لعنة الله عالظالمين. يا دمعة المظلوم حكم الظلم ميدوم، يا دمعة المظلوم حكم الظلم ميدوم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا وفيما بلغني عنهم وما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المنير المجتهد المحتسب الصابر على الأذى فيك. اللهم وكما بلغ عن آبائه ما استودع من أمرك ونهيك، وحمل على المحجة، وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال قومه، ربي فصل عليه أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم. نتقدم إلى ساحة القداسة إلى مولانا وسيدنا إمام هذا الزمان الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، وإلى جميع أمة الإسلام بأصدق التعازي بمناسبة ذكرى شهادة الإمام المظلوم الشهيد باب الحوائج أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليهما. ونحن هنا إذ نستذكر بالأسى والحزن المصائب التي وقعت على إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، فإن ارتأينا أن نقف وإياكم على تحليل لأسباب الحملة الظالمة التي قامت بها سلطة بني العباس لعنة الله عليهم على الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه. وقبل أن نتطرق إلى ذلك، لا بأس أن نبدأ حديثنا بذكر بعض من شهادات العدو في حق إمامنا موسى الكاظم صلوات الله عليه، جريا على قاعدة والفضل ما شهدت به الأعداء. أنقل لكم ها هنا 5 شهادات لـ5 من كبار أعلام أهل الخلاف الذين شهدوا لإمامنا موسى الكاظم صلوات الله عليه بالإمامة والفضل والعظمة والعبادة والاجتهاد وحسن السيرة والحكمة والتقوى وما إلى ذلك. أبدأ أولا مع شهادة الذهبي
الذي هو من كبار أعلام المخالفين في الجرح والتعديل. يقول الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء في المجلد السادس الصفحة 270 في ترجمة الإمام أبي الحسن الكاظم صلوات الله عليه، يقول: هو الإمام القدوة السيد أبو الحسن العلوي والد الإمام علي بن موسى الرضي، مدني نزل بغداد. ويقول الذهبي أيضا في كتابه الآخر ميزان الاعتدال في المجلد الثالث الصفحة 309، قال: كان موسى من أجود الحكماء ومن عباد الله الأتقياء. هذه شهادة الذهبي. ولننقل شهادة علم آخر من أعلام العدو، وهو أبو حاتم الرازي، وهو أيضا إمام من أئمة المخالفين في الجرح والتعديل. نجد شهادة ابنه عبد الرحمن كما رواه الحافظ الرازي في الجرح والتعديل المجلد الثامن الصفحة 139. يقول عبد الرحمن: سئل أبي عنه، أي عن موسى بن جعفر صلوات الله عليهما، فقال: ثقة صدوق إمام من أئمة المسلمين. هذه شهادة أبي حاتم. ولننتقل إلى شهادة علم ثالث، وهو ابن حجر العسقلاني، وهو معروف بالجلالة والتحقيق والتتبع والخبرة عند أهل الخلاف، وهو شارح صحيح البخاري عندهم. ابن حجر يعتمد في كتابه تهذيب التهذيب في المجلد العاشر الصفحة 302، يعتمد في تقييم الإمام الكاظم عليه السلام على شهادة يحيى بن الحسن بن جعفر النسابة، فيقول: كان موسى بن جعفر يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده. فهذه إذن شهادة ابن حجر العسقلاني. ولننتقل إلى شهادة رابعة، وهي شهادة ابن حجر الهيتمي صاحب الصواعق المحرقة. يقول ابن حجر الهيتمي في الصواعق المحرقة المجلد الثاني الصفحة 590 في حديثه عن الإمام الكاظم عليه السلام، يقول: هو وارثه، يعني الإمام الصادق عليه السلام، أي أن الإمام موسى الكاظم وارث الإمام جعفر الصادق. يقول: هو وارثه علما ومعرفة وكمالا وفضلا، سمي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله. التفتوا إلى هذه الشهادة المهمة: لسنا نحن فقط شيعة أهل البيت عليهم السلام من نطلق على إمامنا الكاظم
وصف باب الحوائج، إنما يطلقه عليه أيضا معنى علم من أعلام المخالفين ممن كان من ألد أعداء الشيعة أيضا. ابن حجر الهيتمي رجل معاد للتشيع، أساسا هذه الشهادة التي ذكرها في حق الإمام الكاظم عليه السلام إنما جاءت في كتابه الصواعق المحرقة الذي ألفه للطعن في الشيعة والرافضة. اسم الكتاب الصواعق المحرقة في رد أهل البدع والزندقة، ويقصد من هؤلاء ويقصد بهذا الوصف يقصد الشيعة. فهو في كتابه هذا الذي ألفه للطعن في الشيعة لا يجد بدا إلا أن يقر ويعترف بجلالة أئمتهم ومنهم الإمام الكاظم عليه السلام، ويحكي واقع أن أهل العراق بمن فيهم المخالفون كان معروفا عندهم موسى الكاظم بأنه باب قضاء الحوائج عند الله. يقول: سمي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفا عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم. وكما قلنا الفضل فيما شهدت به الأعداء، وهؤلاء من الأعداء. هذه الأسماء التي أنقلها لكم أسماء شخصيات كانت من ألد أعداء التشيع والشيعة. هذه الشهادة الرابعة، ودعونا ننتقل إلى الشهادة الخامسة، وهي أيضا لعلم من أعلام أهل الخلاف وإمام من أئمتهم المعادين أيضا بشدة للتشيع، بل كان هذا الرجل ناصبيا أو ناصبا، وهو الخطيب البغدادي صاحب تاريخ بغداد، يذكر في كتابه في المجلد 13 الصفحة 27، يقول: كان موسى يدعى العبد الصالح من عبادته واجتهاده، إلى أن يمضي فيقول: وكان سخيا كريما، وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها 1000 دينار. كان معروفا عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه يحسن إلى من أساء إليه. وهنالك قصة مشهورة مفادها أن رجلا من أحفاد الطاغية عمر بن الخطاب كان لا يقوم ويقعد في المسجد النبوي الشريف إلا ويشتم الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام، فاستفز ذلك جمعا من الموالين للإمام الكاظم، فذهبوا إلى الإمام الكاظم واستأذنوا منه في أن يعاقبوا هذا الرجل، لكن الإمام الكاظم منعهم عن ذلك،
وبدلا من أن يعاقبه ذهب إليه في بستانه وأعطاه صرة من المال وأحسن إليه، مع أن الرجل حين تراءى له قدوم الإمام الكاظم صلوات الله عليه ظل يشتمه إلى أن وصل إليه. فالإمام قال: لعلك محتاج ونحن نعطيك هذا مما الله عز وجل رزقنا به، مضمون الحديث. فمنذ ذلك الحين تغير الرجل تماما، هذا الذي هو من أبناء أو أحفاد عمر بن الخطاب، وأصبح لا يقعد مجلسا ولا يقف في موقف إلا ويمتدح الإمام موسى الكاظم عليه السلام قائلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. فكان مشهورا عن الإمام إحسانه للمسيئين، سيما إن كان هؤلاء من المخدوعين ومن الذين ضللتهم الدعاية الأموية والعباسية، ومن قبلها الدعاية السقفية نسبة إلى سقيفة بني ساعدة. قال الخطيب البغدادي: وكان يبلغه عن الرجل أنه يؤذيه فيبعث إليه بصرة فيها 1000 دينار ويمضي قائلا: كان يسكن المدينة فأقدمه المهدي بغداد وحبسه، أقدمه أحد طغاة بني العباس المسمى عندهم بالخليفة المهدي، وهو ابن أبي جعفر المنصور الدوانيقي لعن الله الوالد والولد. قال: كان الإمام يسكن المدينة فأقدمه المهدي بغداد، أي أنه رحله قسرا إلى بغداد وحبسه في بغداد. فرأى في النوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، على ما يعبر الخطيب البغدادي أو من يروي عنه، قال أن ذلك العباسي الطاغية المسمى عندهم بالمهدي رأى الإمام أمير المؤمنين صلوات الله عليه في منامه وهو يقول: يا محمد، أي يا هذا الاسم المهدي هو محمد، هذا محمد ابن عبد الله، لأن أبا جعفر الدوانيقي اسمه عبد الله وهذا ابنه اسمه محمد، الأول يلقب بالمنصور الثاني يلقب بالمهدي. فرأى في النوم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: يا محمد، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يقول: فأطلقه المهدي. كانت هذه أولى محن الإمام الكاظم صلوات الله عليه مع السلطة العباسية. كثير من الناس مع الأسف يظنون أن الإمام الكاظم عليه السلام سجن مرة واحدة وتعرض إلى محنة واحدة في زمان هارون العباسي لعنة الله عليه، الملقب عند أهل الخلاف بالرشيد ولا رشد له. يظن بعض الناس أن الرشيد هذا هو الذي سجن الإمام الكاظم عليه السلام ومن ثم سمه فاستشهد إثر ذلك، وكأن الإمام الكاظم عليه السلام مرة واحدة تعرض إلى السجن والاعتقال. الأمر ليس هكذا. حسب تتبعنا، إمامنا الكاظم عليه السلام تعرض إلى 6 اعتقالات و6 سجون تنقل فيما بينها. كان أحيانا يسجن ثم يطلق سراحه كما أنبأنا الخطيب البغدادي.
هذه كانت أول مرة يسجن بها الإمام الكاظم عليه السلام على ما يبدو في عهد طاغية بني العباس المسمى عندهم بالمهدي. فرأى هذا الطاغية في منامه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وعلى إثر ذلك أطلق سراح الإمام الكاظم صلوات الله عليه. وكان سجنه كما علمنا أنه في بغداد. لما أطلق سراحه إمامنا الكاظم عليه السلام عاد إلى المدينة المنورة، ولما مات وهلك المهدي العباسي خلفه أخوه أو ابنه موسى، موسى الملقب عندهم بالهادي. هذا الرجل أيضا حاول أن يعتقل الإمام الكاظم عليه السلام ويقتله، ولكن الإمام دعا عليه، والدعاء الشريف تجدونه أيضا منقولا في مفاتيح الجنان للمحدث القمي رضوان الله تعالى عليه. فما مضت إلا أيام قلائل بعد دعوة الإمام الكاظم عليه السلام إلا وهلك هذا الرجل المسمى عندهم بموسى الهادي. ثم جاء من بعده أخوه، يعني في سدة الحكم، أخوه هارون الملقب عند العدو بالرشيد. وهارون بالفعل قام باعتقال الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وكان هذا ثاني اعتقال وسجن يتعرض له الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ولكن لم يدم هذا الاعتقال، لأن هارون لعنه الله أطلق سراح الإمام الكاظم بعد ذلك. لماذا أطلق سراحه؟ هذا ما تعلمنا إياه رواية رواها شيخنا الصدوق رضوان الله تعالى عليه في عيون أخبار الرضا عليه السلام. والرواية هي عن عبد الله بن الفاضل عن أبيه الفضل، والمقصود هنا على الأظهر هو الفضل بن الربيع أحد كبار وزراء بني العباس. يقول الفاضل: كنت أحجب للرشيد، أي أقوم بدور الحجابة الحاجب. فأقبل علي يوما غضبان وبيده سيف يقلبه، هكذا غضبان وبيده سيف، هكذا يقلب السيف، وتلك علامة على أنه يريد استخدامه في أمر خطير. فقال لي: يا فضل، بقرابتي من رسول الله، وهذا أمر قد يبدو مثيرا للدهشة، أن أمثال هارون العباسي لعنة الله عليه يقسم على الناس بقرابته من رسول الله لكي يمتثلوا لأمره في قتل ابن رسول الله، مع أن قرابة هذا العباسي أبعد بكثير من قرابة هذا الفاطمي الذي رسول الله جده. أما العباسي فإنما رسول الله من أبناء، أو هو من أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وآله، فهو أبعد وأبعد. لكن انظروا هنا إلى طبيعة الدعاية والخطاب السلطوي، أن السلطة كانت تريد بنحو ما أن توهم من حولها وتوهم الشعوب الإسلامية المغلوبة على أمرها،
أننا نحن أقرباء رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد تتعجبون أكثر حين تنظرون في التاريخ وتجدون أنه حتى معاوية الأموي كان هكذا يؤدلج خطابه الموجه لأهل الشام، كان يزعم أنه هو من قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله، بل في بعض المصادر أنه كان يقول نحن أهل بيت رسول الله حينما كان يخاطب المغفلين حوله. بأي اعتبار كيف تكون أنت من أهل بيت رسول الله أو من قرابته وأنت لست من بني هاشم أصلا، إنما أنت أموي؟ كان يقول لأن رسول الله صلى الله عليه وآله زوج أختي أم حبيبة بنت أبي سفيان، فنحن قرابة رسول الله. وبهذه الحجة وبمثل هذه الدعاية كان يشحذ السيوف، سيوف أهل الشام وبقية المخدوعين، لمحاربة من؟ ابن رسول الله الحسن، وصي رسول الله علي أمير المؤمنين، أهل البيت، أئمة أهل البيت عليهم السلام. فانظروا إلى هذه المسألة حتى تعلموا كيف أن للسلطة دائما أن تؤدلج خطابها بنحو ما تخدع به الجماهير. واليوم كذلك، هذا اليوم الذي نحن نعيش فيه، الأمر سيان، هو نفس ذلك الأمر. كذلك نحن نجد الآن أن كثيرا من السلطات التي تحكمنا، سواء كانت عوائل تحكمنا أو يعني ملكيات، إمارات، جمهوريات، كذلك تجدها أيضا تستمر بنفس السياق، تحاول أن تغلف باطلها وظلمها وطريقة إدارتها التي هي تنطوي على ظلم وجور وإجحاف وسرقة ونهب وسلب إلى ما هنالك. كل ذلك تغطيه بثوب يكسبها شرعية ما، فتتحجج حتى بالقرآن، تتحجج بالسنة إلى ما هنالك. يقول الفاضل: كنت أحجب للرشيد فأقبل علي يوما غضبان وبيده سيف يقلبه، فقال لي: يا فضل، بقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله، لئن لم تأتني بابن عمي لآخذن الذي فيه عيناك، إذا لم تأتني الآن بابن عمي سأقتلع الذي فيه عيناك، يعني سأقتطع رأسك. فقلت: بمن أجيئك؟ أبناء عمومتك كثير. فقلت: بمن أجيئك؟ فقال: بهذا الحجازي. يستهين بشأن الإمام موسى الكاظم عليه السلام أنه بالحجاز، وهم بنو العباس كانوا يستقرون في العراق، أرض السواد والأموال، وبطبيعة الحال الأموال المنهوبة والجواري المومسات. أما إمامنا الكاظم عليه السلام فكان في الحجاز بين مكة والمدينة، إما حاجا وإما زائرا لجده رسول الله صلى الله عليه وآله، مربيا للأجيال أو حليفا لمحرابه، محراب الصلاة والتهجد والعبادة. ولكن المنطق يصبح معكوسا عند الناس، يعني يزدري من يكون على هذه الصفة، والحال أنه كان يفترض به أن يزدري نفسه. فقال: بهذا الحجازي. قلت: وأي الحجازيين؟ قال: موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. قال الفضل، الفضل بن الربيع: فخفت من الله عز وجل إن جئت به إليه. لأن الإمام الكاظم عليه السلام كان معروفا عند الجميع
عند الصديق والعدو أنه من أولياء الله، بل هو ولي الله الأعظم في ذلك الزمان، هو الإمام، حجة ذلك الزمان على حجة الله عز وجل في ذلك الزمان على خلقه. وكانوا قد جربوا وعلموا أنه ما أحد يمس هؤلاء الحجج الإلهيين، هؤلاء الأئمة المعصومين، هؤلاء الأولياء الأطهار، يمسهم بشيء إلا وينقلب الأمر عليه نقمة في المستقبل. قال: فخفت من الله عز وجل إن جئت به إليه، ثم فكرت في النقمة، لا نقمة الرب عز وجل، وإنما نقمة هارون. يقول: أنا أولا خفت من الله أنه بالفعل آتيه بهذا الإمام، آتي هارون بهذا الإمام موسى الكاظم عليه السلام وهو يقلب سيفه وغضبان، فإذا يريد أن يقتله. ولكن فيما بعد فكرت بالنقمة أنه سينقم علي هارون كثيرا، ولن أتحمل نقمته، لعله أيضا يقتلني، فلذلك استسلمت للأمر. وهنا يظهر ضعف الشخصية، أنه لما توازن أنت بين غضب الله رب السماوات والأراضين وبين غضب السلطان الحاكم، أي الغضبين تدفع؟ أيهما تتحاشى؟ أمثال الفضل بن الربيع سقطوا في الاختبار، لأنهم كانوا يدفعون غضب السلطان الذي هو مهما يكون عبد لله عز وجل، لكن بعد لا يتحمل. على فرض أنك تقتل، امضي شهيدا، ذا مبدأ شريف، والله يعوضك، لكن لا تتسبب في قتل مؤمن، تمتثل للظالم فتقتل المؤمن وتقول مجبور ومكره، هذا غير صحيح، ولا تجوز التقية في مثل هذا. إنما شرعت التقية، يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، إنما شرعت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. كل ما يؤدي بسبب عملك بالتقية لسفك دماء الأبرياء فإنه يحرم عليك، حتى وإن كان في عدم امتثالك لأمر الآمر إزهاق نفسك، عليك أن تمد رقبتك للسيف، لأنه لا يجوز لك أن تقول أنا هددني السلطان، إما أن تقتل فلانا أو أقتلك أنت، فأنا إذا أحفظ نفسي وأقتل فلانا، هنا لا حق لك، هنا تقول أنا أمد رقبتي للسيف، لأنه لا يجوز لي أن أمتثل كلامك وأقتل مؤمنا. فكيف إذا كان هذا المؤمن هو حجة الله على خلقه وسيد المؤمنين في عصره، موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه؟ يقول: فخفت من الله عز وجل إن جئت به إليه، ثم فكرت في النقمة، فقلت له أفعل، قلت لهارون العباسي: نعم سأفعل، سأتيك بهذا الحجازي. فقال: ائتني بسواطين وهبنازين، وفي لفظة أخرى بسوطين وهسارين، من أدوات التعذيب، وجلادين، وأيضا تعال وهات معك جلادين من الذين كانوا موظفين عند السلطة العباسية، سلطة هارون، لجلد الناس. قال: فأتيته بذلك، هاي الأدوات مع الجلادين، أتيت بهم جميعا إلى هارون، أبقيتهم هناك، ومضيت إلى منزل أبي إبراهيم موسى بن جعفر. الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليهما له كنيتان
مشهورتان، أبو إبراهيم وأبو الحسن. وفي اللسان الروائي كثيرا ما يعبر عنه بأبي الحسن الأول صلوات الله عليه. يقول: فأتيت إلى خربة أو خربة فيها كوخ من جرائد النخل. هناك كان يسكن الإمام عليه السلام، هذا طبعا في العراق، يعني في فترة ترحيله القسري. فإذا أنا بغلام أسود، هذا الغلام كان بمثابة الحاجب للإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام. فإذا أنا بغلام أسود، فقلت له، أحد عبيد الإمام الكاظم، فقلت له: استأذن لي على مولاك يرحمك الله. فقال لي: ليس له حاجب ولا بواب، لا تظن أني هنا أقوم مقام الحاجب، إنما أقف هنا على الباب أظهر بهذا المظهر، لكن الإمام عليه السلام أبوابه مفتوحة للجميع، الجميع يدخل عنده، وإن كنت أنت، وأنت من أنت من أعوان الظلمة. قال: ليس له حاجب ولا بواب. فولجت إليه، دخلت إليه. فإذا أنا بغلام أسود، عبد آخر من عبيد الإمام عليه السلام من خدمه، بيده مقص، لاحظ هذا الموقف المهم حقيقة، يبين لك كم كان هذا الإمام عظيما صلوات الله عليه. يقول: فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجودي. الله أكبر، من كثرة سجود الإمام الكاظم عليه السلام لله تبارك وتعالى، كان هنا في جبينه، في عرنين أنفه، اللحم هذا يتيبس ويكون عالقا على البشرة، فيحتاج إلى من يقصه، يموت هذا الجزء، يموت شيئا فشيئا. ولذا يقال لهم أصحاب الثفنات، لأن لهم مثل ثفنات البعير هكذا. الإمام الكاظم عليه السلام كان كجده زين العابدين، سيد الساجدين، كل أئمة أهل البيت هكذا صلوات الله عليهم، حلفاء دائما للسجدات الطويلة. وأظنكم سمعتم من الخطباء أكثر من مرة في سيرة الإمام الكاظم روحي فداه، أنه لما كان هارون يشرف على باحة قصره، فيرى الإمام الكاظم عليه السلام ساجدا ولا يتصور أن هذا هو الإمام الكاظم، وإنما يقول: ما هذا الثوب الملقى على الأرض؟ لأنه لم يكن الإمام يرفع رأسه أبدا، وكان ضعيف البنية كما ينقل أصحاب السير، فكان منظره يبدو يعني مرتفعا عن سطح الأرض بمقدار قليل، خصوصا إذا كان الناظر من الأعلى، فيظن أن هذا ثوبا مطروحا فقط، هكذا فقط. كان طبيعته كما ينقلون أنه من بعد صلاة الصبح يسجد سجدة واحدة لا يرفع رأسه إلى الضحى، إلى قبيل صلاة الظهر، ثم يقوم يجدد وضوءه، يبدأ بالنوافل، يصلي صلاة الظهر، نوافل العصر، ثم يبدأ نوافل العصر، ثم يسجد سجدة أخرى إلى المغرب، وهكذا، ثم يصلي ويسجد سجدة أخرى إلى منتصف الليل، وثم يقوم الليل ويحيي بالعبادة إلى صباح اليوم التالي. هؤلاء الذين يستحق أن نقتدي بهم. يا أهل الخلاف، تعالوا وآتوني بنموذج ولو مصغر عشر معشار يبلغ من عبادة الإمام الكاظم عليه السلام من أئمتكم أنتم الذين تعتقدون بهم، وعلى أساس أن يكون المنقول صحيحا معتبرا، لا مجرد ادعاءات ودعايات يعني لتفخيم شؤون بعض
الأفراد. تعالوا هاتوا لي هؤلاء أئمتكم الآن، أئمة المذاهب الأربعة مثلا، هؤلاء هل رأيتم منهم هكذا اجتهادا في العبادة كالإمام الكاظم عليه السلام الذي بشهادة ابن حجر الهيتمي من كبار أعلامكم يقول كان أعبد أهل زمانه، لا يقول فقط كان أعلم أهل زمانه، يعني قطعا ويقينا أعلم من أئمتكم الأربعة، لا، وإنما كان أيضا أعبد أهل زمانه، لا أحد يتفوق عليه بالعبادة، وهكذا جميع أئمة أهل البيت صلوات الله عليه، كل إمام في زمانه كان الأعبد على الإطلاق، كما أنه كان الأعلم على الإطلاق. لا تجد إماما من أئمة أهل البيت عليهم السلام لما كان يسأل في كل هذا التاريخ عندنا أو عندكم أنه لما كان يسأل عن مسألة ما عقدية فقهية في التفسير في الأحكام أي مسألة حتى في العلوم الطبيعية العلوم الدنيوية كان يقول لا أدري. ما عندنا هكذا جواب عن الأئمة المعصومين عليهم السلام، حتى في تواريخكم ما موجود أنه إمام معصوم يقول ويجيب يقول لا أدري، ما عندنا. وهذا الدليل على أنه كان الأعلم، في حين البقية أكثر من مرة كانوا يقولون لا أدري، وعندهم أصلا قول مشهور من قال لا أدري فقد أفتى أو فقد جاء بنصف الفتوى. هذا ينبئكم عن ماذا؟ عن أن هؤلاء الأئمة متصلون بالسماء، إذ يأتيهم النبأ الإلهي أولا بأول فيجيبون على كل مسألة وبلا تردد بلا مراجعة فورا. هذا ما يسمى بالعلم اللدني، علومهم ليست اكتسابية كالغير. وكذا حين ننظر في عبادتهم التي لم يكن يطيقها الآخرون، يعني مثلا هذا الإمام الكاظم عليه السلام من كان يطيق أنه يعبد هكذا متصلا ويسجد السجدة واحدة طوال الليل والنهار؟ لا أحد يتمكن. أنت جرب الآن، جرب أنه تسجد مدة ساعة واحدة، شوف شو يصير بيك، تكاد تهلك، يعني صعب صعب. بعض الأفراد مثلا هم معتادين على سجدات طويلة لكن لا يبلغون هذا المقدار، لا يمكن أن تجد أحدا الآن يسجد سجدة واحدة من مما بعد صلاة الصبح إلى الظهر، أين تجد مثل هذا؟ لا تجد. أنا حقيقة شخصيا أنا هم عندي عادة يعني سجدات مطولة بعض الشيء، ما أظن أنه أتمكن أن أسجد أكثر من مثلا ثلث ساعة نصف ساعة على الأكثر. وكم مرة هم جربت أنه هكذا أسجد سجدات طويلة وأدعو وكذا، بعد ذلك أجد تنميل في كل بدني وأتعب جدا، يعني جدا يصعب علي الأمر. فلذلك لا يتكرر عادة، يعني على فرض إنسان يفعله مرة ما لا يستطيع أن يكرره دائما، يشعر حقيقة بعسر في هذه المسألة. فإذا هذه العبادة التي لم يكن يطيقها أحد أيضا تنبئنا عن أن هؤلاء ليسوا كسائر البشر العاديين، هم فوق البشر، دون الخالق فوق المخلوق، لهم ميزة خاصة، لهم مقومات خاصة الله عز وجل جعلها فيهم. نعود إلى كلامنا، يقول فولجت إليه فإذا أنا بغلام أسود بيده مقص يأخذ اللحم من جبينه وعرنين أنفه من كثرة سجوده. فقلت له، والكلام للفضل بن الربيع حال دخوله على الإمام الكاظم روحي فداه، فقلت له السلام عليك يا ابن رسول الله، أجب الرشيد، أي أجب هارون العباسي إنه يطلبك. فقال ما للرشيد ومالي، ما شأنه وشأني، لما لا يتركني بحالي، ما للرشيد ومالي، أما تشغله نعمته عني، هو في الملذات وفي النعم الدنيوية الكثيرة وبين أحضان الجاريات وفي السكر والعربدة ومجالس الطرب والفسق، ها بعد أنت انشغل بحياتك،
شو تريد من عندي؟ شو تريد؟ لا، سبحان الله، لا يترك عدو الله ولي الله إلا يؤذيه. سبحان الله، هاي القاعدة المستمرة منذ يوم آدم عليه السلام إلى يومنا وإلى يوم يبعثون. قال: ما للرشيد ومالي، أما تشغله نعمته عني؟ ثم قام مسرعا وهو يقول: لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن طاعة السلطان للتقية واجبة، إذن ما جئت. يعني لا يتصور هارون أني أضعف منه ولا أستطيع أن أقاومه وأعصيه، وإنما الظرف الآن ظرف تقية، ظرف يقتضي مني أن أضحي، أنا قادر على المواجهة، لكني إن واجهت سيقتل شيعتي. ولذا عندنا في روايات أخرى عن الإمام الكاظم صلوات الله عليه أنه يقول قبيل استشهاده أن الله عز وجل خيرني، مضمون الحديث، بين أن أذهب أنا أقتل أنا أو يقتل شيعتي، ففديتهم بنفسي، أنا فديتهم، قلت يا رب أنا أقبل بأن أسجن وأقتل من أجل حفظ دماء الشيعة. هذا الإمام المعصوم حجة الله على خلقه، الذي كل قطرة من دمه تهز العرش، هذا الإمام المعصوم الذي جميع الأنبياء والمرسلين ما خلا رسول الله صلى الله عليه وآله سيدهم مستعدون لأن يفدوه جميعا بأرواحهم. روح الإمام المعصوم هذه الغالية التي لا تقدر بثمن، يدفعها فداء لمن لنا نحن. لذلك حينما أقول أيها الإخوة إن التشيع جاءنا بالدماء لم يأتنا بالمجان، دفع أئمتنا أرواحهم ثمنا غاليا لإيصال هذا التشيع إلينا، دفع أصحابهم الأبرار الثمن غاليا لإيصال هذا التشيع إلينا، دفع العلماء الأخيار أرواحهم كذلك وأثمانا غالية من أجل أن يصل إلينا هذا التشيع اليوم. فكيف نفرط بهذه الأمانة أو نتلاعب بها اليوم من أجل بعض المصالح والاتفاقات التطبيعية مع بعض الطوائف؟ إنا بهذا كأننا نتنكر لتلك التضحيات. ماذا نتوقع ردة فعل الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام مثلا حين يرى أن شيعة هذا الزمان على سبيل المثال للحصر الذي هو فدى بنفسه وأعطى من دمه من أجل أن يصل التشيع إليهم، يأتون لهذا التشيع ويميعونه هكذا؟ يعني ضع نفسك في موقف الإمام الكاظم عليه السلام وهو يرى أن شيعة هذا الزمان مثلا يميعون التشيع ويحاولون أن يهدموا فيه ركن البراءة ويتصالحوا مع أبي بكر وعمر قتلت أمه الزهراء صلوات الله عليها، كيف تتوقع شعور الإمام؟ يقول: هذا الذي أنا ضحيت بدمي من أجل أن يصل إليكم هكذا تعبثوا به، هكذا تضيعوه؟ هل الأمر هين؟ هل هذا التشيع رخيص إلى هذه الدرجة؟ الإمام الكاظم الذي له أحاديث في الإنكار على أبي بكر وعمر وتجريمهما، وكان يبكي لما يذكر قصة أمه الزهراء عليه السلام كما نقلت لكم
في بعض الرواية في بعض المحاضرات السابقة كان ينقل لمجلس من أصحابه مثلا ماذا جرى على أمه الزهراء، يتوقف عند حد معين لأنه تخنقه العبرة، لا يتمكن من أن يواصل الحديث، فقط يصرخ هكذا، يضع يده على رأسه ويقول يا أمه يا أمه يا أمه، هكذا كان يصنع، ما يتمكن أصلا أن يعبر ما الذي جرى على الزهراء صلوات الله عليها من الفجائع. إحنا نأتي بعد كل هذا ونتناسى، وحتى نرضي عن مجموعة من البشر مخدوعين بقتلة الزهراء عليه السلام، نروح إحنا أيضا نمجد بهؤلاء ونقول رضي الله عنهم وأرضاهم، ندوس يعني على جراح الزهراء، على جراح الكاظم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لولا أني سمعت في خبر عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أن طاعة السلطان للتقية واجبة إذا ما جئت، فقلت له استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله، استعد للعقوبة. فقال عليه السلام، لماذا قال له الفضل استعد للعقوبة؟ لأنه رأى هارون غضبان يقلب السيف وأمر بالأدوات التعذيب وبالجلادين وقال هات لي موسى بن جعفر، فإذا سيقتله أو يعذبه لا محالة. فلذلك يقول قلت له استعد للعقوبة يا أبا إبراهيم رحمك الله. فقال عليه السلام أليس معي من يملك الدنيا والآخرة؟ أليس معي الله تبارك وتعالى؟ ولن يقدر اليوم على سوء بي إن شاء الله، لن يقدر هارون على سوء بي إن شاء الله، إني أعلم أنه الآن لم يحن الوقت. قال الفضل بن الربيع فرأيته وقد أدار يده يلوح بها على رأسه 3 مرات، هكذا يصنع 3 مرات يلوح بيده على رأسه الشريف. فدخلت إلى الرشيد فإذا هو كأنه امرأة ثكلى، امرأة كأنها للتو قد فقدت عزيزها ابنها، قائم حيران متحير مضطرب. فلما رآني قال لي يا فضل، فقلت لبيك، فقال جئتني بابن عمي أي الإمام الكاظم؟ قلت نعم. قال لا تكون أزعجته، ليكن أزعجته؟ فقلت لا ما أزعجته، تعاملت معه باحترام. قال لا تكون أعلمته أني عليه غضبان، فإني قد هيجت على نفسي ما لم أرده، لا تكون قلت لأنه أنا غضبان وكذا وأريد أنه أعاقبه على شيء معين، فأنا مجرد هيجت نفسي هكذا جاءتني نزوة. إذن له بالدخول فأذنت له. فلما رآه هارون لعنه الله العباسي، رأى الكاظم صلوات الله عليه، وثب إليه قائما وعانقه وقال له مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي، ثم أجلسه على فخذه. ليس المراد هنا أنه أجلسه على الفخذ فعلا، لا، هذا تعبير عربي من في لغة العرب شائع، يراد منه أنه أجلسه ملاصقا له، يعني يراد منه الإشارة إلى القرب، أنه أجلسه بقربه، يقال أنه هكذا أجلسه على فخذه، هذا المراد. وهذا ما يفسر أيضا قول الحميراء عائشة لعنها الله لما دخل أمير المؤمنين عليه السلام قالت له بكل وقاحة وجلس بقرب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي كانت قد ألصقت نفسها برسول الله بنحو ما، قالت له مع أن أمير المؤمنين إنما جلس هناك بأمر النبي صلى الله عليه وآله، قالت له يا علي أما وجدت لستك مكانا غير فخذي، يعني مؤخرتك، أما وجدت لها مكانا غير فخذي؟ لعنها الله بهالطريقة القبيحة والقلة الأدب، ما متربية، بنت شوارع يعني، فما متربية طبيعي. فتعبر هكذا، طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا نهارها، والأحاديث معروفة موجودة عندنا وعندهم. ما الذي تريد بهذا التعبير؟ لا تقصد أنه بالفعل علي قد جلس على فخذها، لا، إنما تريد أنه الاقتراب، يعني أنه قريب شيئا ما، فهنا أيضا نفس المعنى، هذا في لغة العرب هكذا يعبرون.
قال: مرحبا بابن عمي وأخي ووارث نعمتي. ثم أجلسه على فخذه وقال له: ما الذي قطعك عن زيارتنا؟ لماذا لم تأتي إلينا طوال هذه المدة؟ فقال: سعة ملكك وحبك للدنيا. فقال: ايتوني بحقة الغالية، كأنه صرة أو جردة أو ما أشبه، التي توضع فيها يعني نفائس، وتوضع بها مثلا دنانير، دراهم وما أشبه. فأتي بها فغلفه بيده، ثم أمر أن يحمل بين يديه خلع وبدرتان دنانير، البدرة 10,000 درهم أو 1,000 دينار، يعني إذا أعطاه 2,000 دينار أو 20,000 درهم. فقال موسى بن جعفر عليه السلام: والله لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب بني أبي طالب لئلا ينقطع نسله أبدا ما قبلتها، ما أقبل هذا لولا أنه لهذه الحاجة. والمال أساسا مال الإمام، لأنه هذا المال شرعا من الناحية الشرعية هو مال بيت المال، وبيت المال يتصرف به، بيت مال المسلمين يتصرف به إمام المسلمين الشرعي، مو الإمام الغاصب الذي هو هارون، والإمام الشرعي هو موسى الكاظم عليه السلام. ثم تولى عليه السلام وهو يقول: الحمد لله رب العالمين. إذن كانت هذه أولى المرات التي اعتقل فيها الإمام الكاظم في زمان هارون، وهي المرة الثانية من حيث المجموع. المرة الأولى كانت في زمان المهدي العباسي، المرة الثانية هذه كانت، وتخللتها مرة لم ينجح موسى الهادي في أن يعتقله صلوات الله عليه ويسجنه. طيب، ما الذي بدل الموقف؟ لماذا بعد اعتقال الإمام عليه السلام وسجنه هارون العباسي أطلقه وتغير الحال؟ كان غضبان وكان يشحذ السيف ويريد قتل الإمام، وإذا به هنا يطلقه. حصلت كرامة، هذه بيانها إن شاء الله، نرجئها للحلقة المقبلة لأنه قد أدركنا الوقت. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.